Hey, but you didn't put it up on the camera. تفضلوا علي صالح. يسلمهم كرم الله. عليهم الجاد. يلا ما تطلع بكاس الشاي تبع امبارح. روك يا كرم وشوف شغلك حرق. ما حدا بدا يجي لي كرم يسوي الشاي. ما حدا عم يشربه. شو ليه ما حدا عم يشربه؟ البركه يا لهوي. اهلين وسهلين بالابا ضياء. اهلين ابو الفوز. ميت اهلين وسهلين بالمعلم ادهم. ميت اهلين وسهلين بالمعلم سالي. اهلين بغازي، نورت القهوة يا رجال. القهوة منورة بالرجال اللي مثلك يا فوزي. تسلم ادهم. تسلم. فوزي يلي مثلك وبس. يعني هدول شو جابهم على الخان؟ ما لازم يجيبوا. يا ابي هدول جايين على القهوة. منكم كرمال صارك فوزي. بس يا ابي. يا ابي. الله يرضى عليك. خلاص حكي. هلا هذا انت على خير الله يرضى عليك. مرحبا يا ابني. شو بالفوز؟ سمعنا انه في كلاب داشا رجعت على الحاره بعد ما الله خلصنا منها. ايه بس الكلاب اخرتها على المزابه. وعلى قولة المثل كلب الامير امين. برو شباب برو. انا ما عم بفهم. انتوا عن شو عم تحكوا بالضبط؟ قال الحكي لك يا جاره. اسمعي يا كني. طولوا بالكم يا رجال. اهلين عمي ادهى. روقونا يا شباب. اهلين عمي ابو فوزي. الله يصلحها. دلت دلت وما لقيت تفتح قهوتك غير هون بالخان. ليش شو ما عاجبك المكان يا ادهم؟ اذا مو عاجبك اتفضل فرجينا عرض كتافك. انا فايت لهون كرمال عمي ابو فوزي وكرمال فوزي. ولا غير هيك ما بيشرفني فوت على هذا المكان. ومن اللي على برا انت وياهو؟ راشد عود. يا ابي مالك سمعانهم كيف عم يحكوا معك؟ ابو راشد قول لابنك لما الكبار بيحكوا الصغار بتقعد على جنب وبتخرس. واذا مانك مربيه انا بربي لك اياه. هذا الحكي لمين ولا؟ للاولاد اللي مثلها. ادهم خذ رجالك واطلعوا برات الخان يلا. بس يا عمي ابو راشد. فوزي اسكت. يا سيدي انا مالي طالع من هون. وقاعد بالقهوه غصبا عنك من على الحريمه ابنك. اللي بده يتطاول على معلمي بده يكسر له راسه. لا يا صوص لا. اخ يا اجير الخان. عود عود بدنا رجال تحكي. نحن من يوم يومنا رجال ولا بس العطر على حريمات اللي مثلك مو لايق مين يطبقها. ومن اللي عملها ومن اللي برات الخان انت ويا ولا صرميه. مين هي ولا راشد صوص؟ الك ولا الحمير اللي عم يترفس معك يلا من اللي عملها. والله خلي بنتك تبكي عليك اليوم. اخذك قدر على 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 صبحي ايدي صبحي هيك